ومن المسرح مستمعينا إلى ملتقى إحسان التطوعي من أجل بناء الإنسان. هذا الملتقى يأتي من تنظيم حملة مبدعو عمان التطوعية، حيث يتضمن الملتقى كثير من الفعاليات والبرامج على مدار 3 أيام بدءا من يوم الخميس المقبل يوم الغد، وتعتبر هذه النسخة الثانية لملتقى إحسان. راح نتعرف على تفاصيل هذا الملتقى من خلال ضيفتنا في الاتصال القادم روان بنت علي الهاشمية، عضو اللجنة الإعلامية في ملتقى إحسان التطوعي. مساء الخير. أهلاً وسهلاً. مساء النور. حياك الله روان، وطبعا نتعرف من خلالك على تفاصيل ملتقى إحسان التطوعي. نبدأ في البداية لفكرة ملتقى إحسان التطوعي، وهي مسابقة تعنى بتأصيل ثقافة العمل التطوعي أيضا والمساهمة المجتمعية. طبعا كل هذا من خلال طرح منافسة، وهي إبراز أفضل المشاريع الابتكارية المستدامة التي تسهم في إثراء المجتمع. نعم. هذا الملتقى طبعا يستهدف طلبة مؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون الخليجي. نعم. لدينا طبعا الملتقى مر بثلاثة مراحل. أول مرحلة كان هو إعلان المشاركة والتسجيل من قبل الفرق التطوعية. طبعا استمرت هذه العملية لمدة شهر، ومن ثم يعني انتقلنا إلى المرحلة الثانية، وهي مرحلة فرز الفرق المشاركة. طبعا هذه المرحلة تمت من خلال لجنة مختصة بذلك، وكان في الأصل لدينا 31 فريق مشارك، تم تأهل منهم فقط 12 فريق. نعم. نحن الآن طبعا في المرحلة الثالثة، وهي مرحلة منافسة 12 فريق هذول. طبعا هذه الفرق روان على مستوى محلي أم هناك مشاركات خارجية؟ لا، لدينا مشاركات خارجية. طبعا نعم. ملتقى إحسان كان هذه النسخة الثانية، النسخة الأولى كانت على مستوى سلطنة عمان على مستوى المحلي، ولكن هذه النسخة الثانية تمت على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. نعم. لدينا 9 فرق من سلطنة عمان و3 فرق خليجية من كل من البحرين والكويت والسعودية. طبعا الفرق هذه يعني يتنافسون على عدة جوائز، وهم عندنا 3 جوائز: جائزة أفضل فريق في التسويق الإعلامي، وجائزة أفضل فريق في التمويل الذاتي. نعم. ولدينا جائزة أفضل فريق تطوعي متكامل. أيضا لدينا جوائز فردية، وهي جائزة أفضل مشروع ابتكاري وأفضل مشروع ذو أثر مجتمعي. نعم. كيف كان مستوى المشاركة وتقديم الأعمال لهذا الملتقى ولهذه المنافسات، كيف وجدتوها سواء على المستويين المحلي أو الخليجي؟ طبعا لأنه هذه كانت على النسخة الثانية، فعلى المستوى المحلي بما أنه الفكرة كانت منتشرة بشكل أكبر. نعم. فالإقبال على الإقبال من الفرق المحلية كان أكثر، ولكن أيضا كان لدينا مشاركات خليجية أخرى يعني غير الثلاث فرق هذول، لكن على حسب الشروط المسابقة وغيره تم تأهل فقط 3 فرق خليجية. نعم. جميل هو أن التجربة تتجدد، يعني مثل ما ذكرتي كانت على مستوى محلي، واليوم في نسختها الثانية تأتي على مستوى خليجي. هناك أيضا فرصة لتبادل الأفكار من خلال هذه المشاريع المشاركة في المجال التطوعي بمختلف المجالات اللي ذكرتيها ضمن هذه المنافسات. نتكلم عن الملتقى أيضا نفسه وطبيعة الفعاليات اللي راح يتضمنها خلال فترة إقامته. طبعا الفعاليات راح تبدأ في يوم 28/3. نعم. في فندق مجان ببوشهر. عندنا في اليوم الأول راح يكون في تقييم للفرق المتأهلة، وأيضا هذا اليوم راح يكون مصاحب لعدة ورش، منها ورشة إدارة المشاريع التطوعية طبعا راح يقدموها الشبكة العمانية للمتطوعين أو فريق تعاون. أيضا لدينا ورشة في صناعة المبادرات التطوعية، طبعا من الفكرة إلى التطبيق راح يقدمها الأستاذ ناصر الوليد، وهو ناشط تطوعي كويتي. هذا بالنسبة لي أول يوم. لدينا في ثاني يوم، هو يوم 29/3، عندنا محاضرة جماهيرية للأستاذ الإعلامي خالد الدجالي. نعم. والشيخ سالم النعماني، وسوف تقام في الكلية العلمية للتصميم. نعم. أما بالنسبة لثالث يوم، وهو يوم 30/3 الذي سيصادف يوم السبت، لدينا حفل ختام وإعلان النتائج.
لو تكلمنا عن الملتقى بشكل عام أو أهداف الملتقى، طبعاً المسابقة هذه جاءت من حرص مجلس إدارة الحملة، هي حملة مبدعي عمان. طبعاً حملة مبدعي عمان مهتمة بالعمل التطوعي، وهو أساساً المبدأ الذي تأسست عليه الحملة من عام 2013. ملتقى إحسان يعني طبعاً يهدف إلى تعريف المجتمع بالمبادرات التطوعية والدور الذي تلعبه وتساهم به يعني هذه المبادرات التطوعية في التنمية الشاملة وتبادل الخبرات والاستفادة منها. أيضا هي تهدف مثل ما قلنا سابقا إلى بث روح التنافس بين الفرق وتبادل الخبرات. حصل ملتقى إحسان سوف يكون برعاية سعادة الهلال بن حمد الصارمي، وهو عضو مجلس الشورى ممثل ولاية الصيف. لو نتكلم عن لجنة التحكيم، راح يكون عندنا المكرم حاتم الطائي، وهو عضو مجلس الدولة ويعتبر رئيس لجنة التحكيم. لدينا الأستاذة خلود العلي، وهي نائبة رئيس الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين، وهي عضو في لجنة التحكيم. ولدينا الأستاذ خلفان بن سيف الطوقي، وهو إعلامي. ولدينا أيضا الأستاذة مريم بن خليفة العامرية، وهي الرئيسة التنفيذية لمؤسسة رؤية الشباب. جميل، إذن هناك حتى تنوع حتى في أسماء لجنة التحكيم، بحيث أنها تحتوي جميع طبيعة الأعمال المقدمة والمشارك بها. يمكن أيضا عندما نتحدث عن موضوع العمل يعني أو قيمة العمل التطوعي، الجميع فعلا يعني يهتم بهذا الجانب والقيم الإنسانية اللي يحملها، بغض النظر عن المشاركات أو الجوائز اللي ممكن يحصل عليها من خلال تواجده ضمن هذا الملتقى. خلينا نتحدث عن جمهوركم المستهدف في الملتقى. هو الدعوة كانت دعوة عامة للمحاضرات وغيره، بحيث أنه إحنا نضمن أنه الجميع يستفيد من هذه المحاضرات وهذه الورش. بالإضافة أيضا يعني تم إرسال دعوات وغيره لمؤسسات التعليم العالي أيضا يعني للإطلاع والاستفادة. راح يكون أيضا بحضور عدة إعلاميين وناس مهتمين بمجال الإعلامي، وأيضا لدينا دعوات للفرق التطوعية أيضا، لأنه في النهاية المسابقة هي مسابقة تهدف يعني بس روح التنافس في المبادرات التطوعية. روان، نتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله في أعمال ملتقى إحسان التطوعي من أجل بناء الإنسان، ونشكرك جزيلا على تواجدك معنا لتوضيح الكثير من التفاصيل المتعلقة بهذا الملتقى. شكرا روان بنت علي الهاشمية، عضو اللجنة الإعلامية في ملتقى إحسان التطوعي. شكرا لكم.